ونحييكم مشاهدينا من جديد. تستمر حلقات المواجهة المباشرة وغير المباشرة بين إسرائيل وإيران لتنذر معها بانعكاسات كبيرة على الاستقرار الأمني بالمنطقة وسط مخاوف كبيرة من حدوث مواجهة وشيكة بين الطرفين. إيران هذه المرة تتهم إرهابيين إسرائيليين بتجاوز حدودها، حيث قال وزير المخابرات الإيراني إسماعيل خطيب قال إن مجموعة إرهابية مرتبطة بإسرائيل على حد قوله قد ألقي القبض عليها على الحدود الغربية لإيران. ووفق ما تداولته وسائل إعلام إيرانية نقلا عن إسماعيل خطيب، هذه المجموعة تسللت إلى إيران عبر الحدود الغربية، ولم يتضح حتى الآن ما هو الغرض الرئيسي من تلك العملية، حيث حذر الوزير مما وصفه بالرد الحاسم لأي إجراء على حدود بلاده وكل ما من شأنه أن يهز باستقرار إيران والمساس بسيادتها. كما لفت الوزير إلى تعاون أمني استخباراتي مع الحكومة العراقية، موضحا أن العملية تمت بالتعاون مع الحكومة العراقية الجديدة. يذكر بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ عودته لرئاسة الحكومة الإسرائيلية وضع مواجهة إيران بالدرجة الأولى ومنع عودتها للاتفاق النووي من بين أهم وصولها للاتفاق النووي من بين أهم أولويات حكومته اليمينية. إسرائيل وإيران نحو 4 عقود من الصراع المستمر. خلال الفترة الماضية تزايدت الهجمات في الداخل الإيراني، اغتيال لقادة في الحرس الثوري وعلماء نوويين أبرزهم محسن فخريزادة، غارات إسرائيلية متواصلة ضد قواعد تابعة لإيران في سوريا. وجهت إسرائيل منذ عام 2017 أكثر من 400 هجوم ضد إيران في المنطقة، أغلبيتها في الداخل السوري. الهجمات أدت لمقتل 300 شخص بينهم قادة عسكريون إقليميون. على الجانب الآخر تواصل إيران التعهد برد انتقامي في وقت تختاره. نناقش هذا الملف مع ضيوفنا من واشنطن، حسين عبد حسين الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أهلا بك. ومن طهران عبر سكايب محمد صالح صادقيان المحلل السياسي، أهلا بكم ضيوفي الكرام. واسمحوا لي أن أبدأ من طهران معك سيد صادقيان. سيد صادقيان، في الواقع منذ فترة ونحن نتابع المواجهة بين إسرائيل وإيران، هذه المواجهة كانت بعناوين رئيسية تختزلها بعض الاغتيالات وكذلك بعض الاستهدافات الممنهجة كما تبعنا فيما يخص منشآت إيرانية، ولكن يطرح السؤال ماذا بعد؟ هل نحن في صلب تحضير لمعركة حقيقية، لمواجهة تقليدية، أم أن هذه الحرب مؤجلة وليست في صالح أحد؟ مساء الخير لك ولضيفك والمشاهدين. أنا أعتقد بأن هناك هي مواجهة مفتوحة بين إيران وإسرائيل ليست منذ اليوم، هي يعني منذ سنوات هناك هذه المواجهة المفتوحة، مواجهة أمنية، مخابراتية، استخباراتية، وحتى على مستوى عسكري سبراني. وكل هذه الحالات التي ذكرتها هي كانت موجودة خلال 10 سنوات الماضية، ولا أعتقد بأنها سوف تنتهي بهذه البساطة وبهذه العجالة. لكن هل إن هذه مقدمات لحرب بين إيران وإسرائيل؟ هل إن إسرائيل تستطيع أن تستهدف إيران أو تهاجم إيران؟ هذا هو السؤال المحير والسؤال الذي يطرح كثيرا خلال السنوات، تحديدا خلال السنوات 10 الماضية. هل كانت إسرائيل بمقدورها مهاجمة إيران، مهاجمة مواقع سواء كانت نووية أو غير ذلك؟ ربما كانت عمليات اغتيال لعلماء نوويين. ولكن حتى المنشآت سيد صادقيان، حتى المنشآت كانت هناك معلومات عن استهداف إسرائيل لبعض المنشآت الإيرانية. أتذكر مثلا كرج لما كانت هناك مشاكل في الكاميرات، كاميرات المراقبة، قيل فيما بعد بأنه كان هناك معلومات استخباراتية إيرانية بأنه هذه الكاميرات تقدر إيران على أو تمكنت من خرقها، فالموضوع طال منشآت إيرانية كذلك.
هذا صحيح كما قلت بأن هناك استهدافات، كانت استهدافات سبرانية، مهاجمة سفن سواء كانت إسرائيلية أو إيرانية في الشمال المحيط الهندي. هذه أشكال من أشكال المواجهة بين إسرائيل وإيران. لكن السؤال المطروح الذي طرحته، هل وحضرتك طرحت هذا السؤال، هل إن إسرائيل تحضر لهجوم عسكري منظم من الحجم الثقيل ضد إيران؟ أنا أعتقد بأن إسرائيل كان بودها مهاجمة إيران عسكريا وتدمير المحطات النووية الإيرانية وتدمير البرنامج النووي الإيراني منذ عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن أنا أعتقد بأن أولاً إسرائيل لوحدها لا يمكن لها أو لا تستطيع أن تهاجم إيران، لأنها تفتقد للعمق الاستراتيجي، وهي بالتأكيد تحتاج إلى مساعدة أمريكية، وما لم تستطع أن تأخذ الضوء الأخضر الأمريكي فهي لن تتحرك. طيب على أساس كلام حضرتك سيد صادقيان، وهنا سؤال لك أستاذ حسين، بما نفسر إذن هذا التطور الأخير الخطير والمهم بأن تعتقل إيران مجموعة مرتبطة بإسرائيل على حدودها؟ والبعض يقول بأنه إن كانت إيران تنوي الدخول للداخل، إذا كانت إسرائيل تود الدخول للداخل الإيراني، قد تجند عناصر في الداخل الإيراني، ولكن أن تكون هناك مجموعة حاضرة وتعتقل على الحدود، نحن في إطار أي جديد؟ مساء الخير ستريم. أهلا بك. طبعا أنا لا أعتقد أنه هذا تطور كبير، لأنه لا يمكن الوثوق بالبيانات الصادرة عن السلطات الإيرانية في هذا الموضوع، لأنه هناك سوابق أنه يتم اعتقال، حتى وليس الموضوع الإسرائيلي وحده، حتى اعتقال مثلا بريطانيين أو أستراليين أو فرنسيين أو أمريكيين، يتم اتهامهم أنه أنتم تعملون لمصلحة الاستخبارات وجئتم لأهداف تخريبية. وطبعا كل العالم يعرف أنه هذا يكون إما دكتور في جامعة أو يعني لديه أقرباء إيرانيين. فأنا لا أثق تماما بالاتهامات الإيرانية، قد تكون هذه مجموعة يعني هواة، قد تكون يعني أي مجموعة أخرى. وكما تفضلت، أعتقد أنه إسرائيل عندما تجند في الداخل الإيراني، وكذلك الأمر بالمناسبة إيران حاولت التجنيد في الداخل الإسرائيلي، وكان هناك شبكة أعتقد قبل أشهر، 6 أشهر أو سنة، قامت الاستخبارات الإسرائيلية بضبط شبكة على اتصال باليهود الإيرانيين عن طريق دولة ثالثة في محاولة لتجنيد خلية داخل إسرائيل. كذلك الأمر، كان هناك اختراقات إيرانية سبرانية قامت إيران بالوصول إلى كاميرات مراقبة، كان يعني واقتطعت تسجيلات لمحطة تل أبيب أعتقد للباصات. نعم. وكذلك الأمر، طبعا إسرائيل تبادل الهجوم بالهجوم، فهذه الهجمات غير المباشرة أعتقد أنها موجودة من الناحيتين. ولكن أنا خصوصا في هذا الموضوع، يعني أن تعبر الحدود من العراق، وأن يكون العراق هو يعني الذي ساعد إيران، وطبعا نحن نعرف أنه لو حاولت الاستخبارات أو لو حاولت إسرائيل القيام بعملية كهذه، لن تشن هذه العملية من العراق، لأنه هي تعرف أنه العراق يعني ليس دولة صديقة، ولا يمكن أن تساعد الإسرائيليين في عملية من هذا النوع. نعم سيد صادقيان، ما رأيك في ما تفضل به الأستاذ حسين، وخاصة ما رأيك في هذه الشكوك؟ حتى البعض يتفق معه، يقول بأنه هذا الكلام منطقي، هذه التركيبة مجموعة على الحدود الإيرانية تتبع لإسرائيل، فإيران تتعاون مع الحكومة العراقية، سيناريو رأته بعض الأجهزة من قبل. هذه أول مرة يكشف عن خلية تابعة لإسرائيل، ويكشف أنها تم تفكيك هذه الخلية بمساعدة الحكومة العراقية أو الجهاز الأمن العراقي. هذه لأول مرة، خصوصا بعد الاتهامات التي وجهتها إيران لعناصر لمنظمات كردية إيرانية منشقة تتخذ من الأراضي العراقية مقرا لها. وبالتالي يعني أنا أعتقد عندما يقول الإيرانيون بأنهم مسكوا هذه الخلية، يجب أن نثق بما يقوله الإيراني لسبب بسيط جدا.
جدا. مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جو بولتن هو قال أثناء الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال العام الماضي، قال بشكل واضح بأنه أرسل أو أن الولايات المتحدة أو جهات في الولايات المتحدة أرسلت سلاح إلى شمال العراق وهربت هذه الأسلحة إلى داخل إيران عبر نشطاء سياسيين إيرانيين من أجل كما قال جو بولتن كما قال من أجل تسليح المعارضة الإيرانية وتسليح الاحتجاجات الإيرانية. وبالتالي عندما نسمع مثل هذه التصريحات يجب علينا ألا يعني ألا نشكك في وجهة النظر في هذه لأن إيران مستهدف، وبالتالي هناك الكثير من العمليات قامت وعمليات استخباراتية قامت بها السلطات الأمنية الإيرانية داخل الكيان الإسرائيلي. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه مواجهة مفتوحة، وعندما حتى عندما ضربت منشأة نطنز العام الماضي قالوا بأن هناك شخص هو الذي قدم المعلومات من أجل ضرب محطة الوقود التي كانت هي اللي تشغل أجهزة الطرد المركزي التي كانت تخصب اليورانيوم بنسبة 20% وهرب، ومعنى ذلك بأن كان إسرائيل كانت تجند مثل هذه العناصر. واعتقال عناصر من هذا النوع في على الحدود العراقية الإيرانية المشتركة هذا شيء طبيعي جدا، لأن إسرائيل تعمل من أجل تجنيد عناصر إيرانية، من أجل إدخال عناصر تجسس إيرانية، وبالتالي هذه مفتوحة. وإيران مهددة كما قلت حضرتك منذ قليل. هذا شيء طبيعي. طيب، والتصريحات الأمريكية قد لا تساعد يعني منتقدي النظام الإيراني على التصديق بأي شيء يخالف تصريحاتها الرسمية. فبالتالي أستاذ حسين، نحن منذ قليل تحدثنا عن وجوب أن يكون هناك ضوء أخضر أمريكي لإمكانية مواجهة، ولكن هذه التصريحات التي ذكرنا بها الأستاذ صدقيان كذلك تضعنا في إطار مواجهة جديدة وبدعم أمريكي، أن يكون هناك تسليح للداخل الإيراني، تسليح للمعارضة الإيرانية، فهذا كذلك يمكن أن يكون ضوء أخضر مغلف بشيء جديد أو بإطار جديد، ما رأيك؟ طبعا اسمح لي، انا يعني لا اشكك بصدقيه الاستاذ صدقيان، ولكن انا لم اسمع بهذا التصريح، ولا يعني هذه اول مره اسمع انه ايران عفوا انه اسرائيل او امريكا تسعى لتسليح فعلي للمعارضين الايرانيين. انا يعني استبعد ان تقوم اي من الدولتين بهذا الموضوع. اتذكر في الواقع التصريح اتذكر بانه قال نحن ندعم المظاهرات، قال وقتها بأنه نحن لكن مش عارف إن كان تحدث عن تسليح أو لا. هو قال أنا طبعا أنا أوافق تسليح الاحتجاجات الإيرانية، وقال ذلك عبر محطة البي بي سي. تفضل أستاذ حسين. يعني ربما يكون دعا إلى تسليح، ولكن أنا لا أعرف صراحة أنه هناك تسليح. أنا لنتحدث عن المواجهة العسكرية المباشرة، إسرائيل لن تواجه إيران بشكل مباشر، يعني أن تشن غارات جوية إلا في حال محاولة ضرب الأهداف النووية في إيران، هذا واضح. يعني لن تقوم إسرائيل بأي شن ضربة عسكرية ضد إيران، وفي المقابل نحن نعرف أنه إيران لن تقوم بشن أي ضربة عسكرية، يعني على الرغم من الضربات التي تعرضت لها المصالح الإيرانية أو القطاعات الميليشيات التابعة لإيران في سوريا من إسرائيل، الرد جاء غالبا إما عن طريق لبنان أو عن طريق منظمات تنظيمات فلسطينية أو ما شابه. فالمواجهة العسكرية المباشرة بين الطرفين أعتقد أنها مستبعدة من كل النواحي باستثناء الموضوع النووي. أما المواجهة الحالية غير المباشرة التي تدور، هذه تدور يعني طبعا نحن نعرف أنه إيران قامت بعمليات تخريب متعددة في الداخل الإيراني، اغتيال أو تفجير أو ما شابه، وهذه عادة تكون عن طريق تجنيد خلايا مواطنين إيرانيين. هذه لا تنفع أنه يعني يكون عنصر إسرائيلي أو عنصر موالي لإسرائيل أنه يدخل الحدود بهذا الشكل، قد تحدث ولكن أعتقد أنه هذه يعني من النوادر. فلذلك الحرب الاستخباراتية الدائرة أعتقد حاليا الاستثناء الوحيد فيها هو أنه الغارات التي تشنها إسرائيل
ضد أهداف إيرانية في سوريا. طيب مهما تكون هذه التفاصيل، والأكيد بأننا سنبقى في انتظار أي توضيحات أخرى فيما يخص هذه المجموعة أو كيف حاولت تتسلل. ولكن سيد صادقيان، في لغة الرابح والخاسر من هذه المواجهات وتقييم العمل الاستخباراتي، كيف تقيم العمل الاستخباراتي الإيراني في مواجهة العمل الاستخباراتي الإسرائيلي مع هكذا تطور؟ أنا أعتقد بأن هذه المواجهة هي مواجهة مفتوحة. من الرابح ومن الخاسر في هذه المواجهة؟ هذا سؤال مهم جدا. الرد الإيراني عادة لا يكون بالمثل. يعني عندما ضربت، لنأخذ مثل على ذلك، عندما ضربت محطة نابلز التي ودمرت، يعني ضربت محطة نعم. الكهرباء باختصار لو سمحت، نعم، التي تزود أصالات أجهزة الطرد المركزي التي كانت تخصب بنسبة 20%. رد إيران كان بعد أسبوعين بنصب أجهزة طرد مركزي من الجيل الجديد. شكرا، انتهى تماما 60%. التوقيت، وسعدنا باستضافتك من طهران سيد محمد صالح صادقيان. في الواقع انتهى تماما التوقيت، وشكرا لضيفي من واشنطن حسين عبد الحسين. السلام عليكم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.